أخبارنا. والنهاردة نقدر نقول يعني إن شاء الله تنتهي أزمة الأطباء وكادر الأطباء، لأنه خلاص صدر قرار بقانون من قبل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بخصوص تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان. ومن حوالي نص ساعة وقبل ما نطلع على حضراتكم مع حضراتكم على الهواء، كان في مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة أعلنت فيه عن تطبيق كادر الأطباء، وإن ده هيتم بداية من شهر فبراير الحالي. وأعلن كمان نقيب الأطباء خيري عبد الدايم رضا عن الخطوة دي، وقال إن النقابة بالشكل ده يعني تنهي موضوع الإضراب في الجمعية العمومية بكرة إن شاء الله. جزء من مقاله نقيب الأطباء دكتور خيري عبد الدايم في المؤتمر الصحفي نتابعه مع حضراتكم. أبدأ بوجه شكر للسيد رئيس الجمهورية والسيدة الدكتورة مها رباط وزيرة الصحة، وسيد اللواء محمد العصار رئيس لجنة إدارة الأزمات في القوات المسلحة على إصدار هذا القانون بهذه السرعة. احنا مقدرين طبعا الظروف اللي بنمر بيها بلدنا، واحنا جزء من المجتمع نتفاعل معاه ونحس بمعاناته، واحنا يعني مقدرين ان رغم الظروف الماليه الصعبه اللي بيمر بها الوطن حاليا قدرت القياده السياسيه ووزاره الصحه ان القانون ده ليه اولويه، واصدرته بشكله الحالي. الشكل الحالي لا يحقق كل طموحات المهن الطبية، إنما يحقق جزء منها، وإحنا على يقين إن ده الجزء الأول من مجموعة خطوات هتتخذ بعد كده عشان تحسين الأوضاع. وكل ما تحسنت الأوضاع بتاعة مصر كل ما القانون هنطور فيه بحيث ان هو يغطي اللي هو لم يغطى حتى الان. انا بتكلم عن كل المهن الطبيه، وانا بصفتي رئيس اتحاد نقابه المهن الطبيه مسؤول عن الصيادله وعن اطباء البيطريين واطباء الاسنان والاطباء البشريين. بخصوص الصيادله احنا على وعد من المجلس الاعلى للجامعات انه يقر سنه التدريب الخاصه بهم، وفي الحاله دي هتوفق اوضاعهم طبقا لعدد السنين الدراسه الجديده، ويشملهم يعني القانون على الوجه اللي هيبقوا عليه بعد موافقه المجلس الاعلى للجامعات. وانا اللي انا فاهمه من السيد نقيب الصيادله ان هذا الشيء موافقه مجلس الجامعات على استحداث سنه تدريبيه للصيادله يعني على وشك الصدور، وبالتالي ان شاء الله يكونوا معانا في هذا القانون بالصوره اللي هم يرجوها. هم معانا في القانون حاليا بس بالصوره اللي هيرجوها ان شاء الله يتحقق. بالنسبة للأطباء البيطريين وهم برضو جزء من اتحاد نقابات المهن الطبية، وأنا يعني أحس بمسؤولية عنهم، فإحنا على وعد من القيادة السياسية في الدولة إن إن شاء الله هيصدر لهم قانون، لأن معظمهم شغال في وزارة الزراعة، وبإذن الله يكونوا مشمولين بنفس القانون.